السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكل ضيوف الكرام. معاكم إسلام طاجن، إن شاء الله هقدم ليكم في الفيديو ده محتوى كورسات مراجعة نهائية وكذلك مذكرات مراجعة نهائية المتوفرة على منصة اشرح لي لمادة اللغة الإنجليزية. مبدئيا الكورسات دايما بيكون معاها المذكرات، فمجرد اشتراكك في الكورس المذكرة بتجيلك تلقائي تاني يوم أو في خلال 48 ساعة على البيت بإذن الله سبحانه وتعالى، واشتراكها ب 23 علشان الناس اللي بتسأل على السعر أديك كده عرفت. أما المذكرة فهي 4 زائد رسوم التوصيل فبيبقوا تقريبا 6. تعال بقى نتكلم في المفيد. كورسات المراجعة النهائية أنا محتاجة ليه؟ أنا محتاج كورسات المراجعة النهائية إن أنا أشترك فيها، لأنها من الآخر بتوفر لي وقت أذاكر إزاي؟ هذاكر إيه؟ اركز عليه في الاختبار، ايه اللي ليه قدامي في الاختبار واحله ازاي. بالنسبه لكورسات المراجعه النهائيه هتشوف فيها كل اللي انت محتاجه، بالنسبه للصف العاشر 11 12 هتلاقي عندك كل الايتمز اللي انت محتاجها، تدريب على كلمات، شرح للجرامر، وكمان تدريبات عليه من اسئله السنين اللي فاتت ومتصنفين بترتيب المنهج بحيث انك ما تتعبش وماشي بسلاسه. المذكره معاك، الفيديو قدامك، وباختصار الفيديوهات على قد ما بقدر بخليها قليله في الوقت عاليه في القيمه حيث وقتك غالي. لو انت حبيت كمان تراجع ليله الاختبار تقدر ترجع لهم، يعني تقدر تخلص دلوقتي المراجعه مره واثنين وثلاثه وتبقى عامل حسابك ليله الاختبار. انا هراجع مثلا سيكشن جرامر، هراجع مع سيت بوك، هراجع الترجمه، الحاجات دي هتلاقيها قدامك. حتى موضوعات التعبير ما خليتهاش، جبت لك كل موضوعات المتوقعه واللي جت من السنين اللي فاتت كمان ومكتوبين، بنشتغل مع بعض الاوت لاين. الاوت لاين بحوله بعد كده لباراجرافز اللي هو الاربع فقرات، وكمان الترجمه متصنفين من السنين اللي فاتت باليونتس ومين المهم، وتلاقينا وانا بشرح بقول لك دي خلي بالك منها، دي ركز عليها، والسيت بوك كمان اهم اسئله السيت بوك. طيب من المهم جدا انك تبقى ماشي معايا خطوه خطوه. في الاول لما تيجي تدرس الكورس امشي من الاول للاخر، خلصه وبعد كده ابدا دور زي ما انت عايز. كمان موجود اختبارات سابقه انك تتدرب عليها سواء في المذكره او موجود عندك فيديوهات شرح لكل سؤال، تمشي سؤال سؤال تنتقل من الاول للثاني للثالث للرابع وهتعرف كل استراتيجيه، سواء كلمات سواء قواعد سواء المواقف او حتى السيت بوك لو رحت للتعبير، كذلك القطع، وموجود عندنا التلخيص والترجمه. كل ده متوفر معاك في مذكره المراجعه النهائيه، ومتوفر شرح في فيديوهات تقدر تسمعها مره واثنين وثلاثه زي ما انت عايز. طيب انا اقدر اشترك ازاي سواء في المذكره او انا عايز الكورس مع المذكره؟ الموضوع بسيط، انت بتدخل على منصه اشرح لي من قسم الطالب، بختار الصف بتاعي سواء 10 11 12، بعد ما بضغط عليه مباشره بيظهر ليا الفصل الاول او الثاني، اضغط الفصل الثاني، بعدها اختار اللغه الانجليزيه، هلاقي قدامي ايقونتين شرح منهج، وهيكون عندي ايقونه المراجعه النهائيه. اختار مراجعه نهائيه لان شرح منهج من بدايه الدراسه هي الافضل. اما قبل الاختبارات انا محتاج كورس مراجعه نهائيه. كورس مراجعه نهائيه تلاقيه موجود عندك من السعر ب 23، مجرد الضغط عليه بيروح للسله، ادفع خلاص خلص الموضوع، هتلاقي الفيديوهات بقت متفعله قدامك. امشي بترتيب الفيديوهات، اشتغل الكلمات، بعدها ادخل على القواعد، وبعد كده كمل بالنظام بتاعك. هتلاقي اهم المواقف اللي اتكررت في اختبارات السنوات الماضيه، اهم اسئله السيت بوك، اهم جمل الترجمه والجمل المتوقع تيجي كمان، كذلك اختبارات سابقه نتدرب عليها. اتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق. طب لو انا حبيت المذكره يا استاذ، المذكره من قسم المذكرات بنفس الاسلوب، اختار الصف، فصل دراسي، اللغه الانجليزيه، مذكره مراجعه نهائيه. ويسعدنا دايما وجودكم معانا يا شباب، اتمنى لكم النجاح والتوفيق، سعيد جدا ان نرد على استفساراتكم تحت الفيديو. لو حد عنده اي سؤال او اي استفسار اتشرف بيه. هذا والله التوفيق، كان معاكم اسلام طاجن، وسعيد بانضمامي لمنصه اشرح لي لتقديم المراجعات النهائيه وشروحات المناهج لو حبيتوا تشتركوا فيها من بداية الدراسة للأعوام القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله.